وإلى وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني. وزير التربية والتعليم قال إن المسؤولين عن تسريب امتحان الديناميكا للثانوية العامة هم نفسهم المتورطين في تسريب امتحانات التربية الدينية، وإن المعلومات الأولية بتؤكد حصولهم على المسودة النهائية لهذين الامتحانين قبل بدء الامتحان فيهم. وأكد إن مراكز الامتحانات على مستوى الجمهورية لم ترصد أي حالات غش جماعي. أضاف كمان خلال كلمة لي أمام اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي ان تأجيل امتحانات الثانوية في صالح الطلاب، واكد ان امتحانات مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتاريخ والرياضيات البحتة والجبر والهندسة الفراغية في موعدهم المقرر، وسيكون في مستوى الطالب المتوسط.